خريج كلية الهندسة جامعة المنصورة قسم ميكانيكا باور، تقدير امتياز معهد أبو الشرف. طبعا دي بس عشان يبقى في شوية ثقة بينا في الكلام. إن شاء الله أشتغل معاكم كورس الكيمياء أونلاين الترم ده. أنا الحمد لله بدرس الكيمياء بقالي 6 سنين سواء سكاشن أو كورسات في جامعة المنصورة. نبدأ نتكلم عن مادتنا الأول. الكيمياء من المواد الحلوة جدا اللذيذة جدا لو فهمتها، من المواد الرخمة جدا التقيلة جدا الصعبة جدا لو قعدت على كتاب وقعدت تحفظه. حاول طبعا بعد ما شفت داتا بتاع أكتر من كلية حاول يكون الكلام شامل أغلب الكليات. أغلب الكليات الشابتر الأولاني عندها بيتكلم عن الغاز المثالي. طب تعالى كده نشوف من البداية هو أصلا الكيمياء أو إيه المواد اللي موجودة في الدنيا. المواد اللي موجودة في الدنيا يا سيدي هم حاجة من ثلاثة، يا إما صلب يا إما سائل يا إما غاز. وعشان إحنا لسه في إعدادي لسه صغيرين شوية قال لك إيه؟ قال لك ناخد أبسط صورة. أبسط صورة من المواد دي هو الغاز. فقال لك خلاص يا سيدي إحنا هنبدأ الأول بدراسة الغاز. طب يا سيدي الغاز ده؟ قال لك مش هدرس الغاز بالبشارة. قال لك لا، أنا هاخد أبسط صورة من الغاز. طب وإيه هي يا سيدي أبسط صورة من الغاز؟ صورة إن الغاز يبقى في الحالة المثالية. دايما الحالة المثالية من أي مادة هي أبسط صورة للمادة دي تقدر تتعامل معاها. فقال لك خلاص يا سيدي احنا في البداية هنبدأ نتعامل مع الغاز لكن هو في الصورة المثالية. طب قال لك عشان أقدر أصلا أعتبر الغاز ده إن هو غاز مثالي لازم في شوية شروط أو قيود يتطبقوا على الغاز ده عشان أقدر أعتبره إن هو غاز مثالي. ومن هنا بتيجي النظرية الحركية. هي النظرية الحركية دي أو فروض النظرية الحركية هي الفروض أو الشروط أو القيود اللي لازم تتطبق أو تنطبق على الغاز عشان أقدر أعتبره غاز مثالي. طب تعالى يا سيدي كده نشوف ببساطة إيه هي الشروط دي اللي لازم تنطبق على الغاز عشان أقدر أعتبره إن هو غاز مثالي. بيقول لك يا سيدي أول نقطة، أول نقطة بيقول لك هي نقطة أو كلام عام. بيقول لك إيه؟ بيقول لك الغاز مكون من عدد كبير من الجزيئات. طب ما أي حاجة في الدنيا مكونة من عدد كبير من الجزيئات. فدي نقطة بسيطة ما فيهاش كلام ما فيهاش شرح. الغاز مكون من عدد كبير من الجزيئات. بس قال لك الجزيئات دي يا سيدي في حالة حركة مستمرة. طب ليه هي في حالة حركة مستمرة؟ في حالة حركة مستمرة دي تعتبر من رحمة ربنا بينا. تخيل كده لو إن جزيئات الغاز دي ثابتة في مكانها وما بتتحركش. أدي جزيء غاز ثابت في مكانه هنا وما بتتحركش. وأدي جزيء تاني ثابت برضه في مكانه هنا وما بتتحركش. لو جزيئات الغاز دي ما بتتحركش فانت طبيعي هتلاقي مكان فيه غازات او مكان فيه هواء ومكان تاني ما فيهوش هواء خالص. فمن رحمه ربنا بينا ان اصلا جزيئات الغاز دي محركه مستمره. وعلشان كده دايما هتلاقي فيه غازات او هواء موجود في كل مكان لان الهواء محركه مستمره. طب دي اول نقطه. تاني نقطه يا سيدي بيبدا يكلمك عن الجزيء نفسه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك حجم الجزيء مهمل. طب ليه حجم الجزيء مهمل؟ بص كده يا سيدي انا لو جيت قلت لك النقطه دي، النقطه دي بالنسبه للصبوره كلها لو جيت قلت لك الصبوره دي كلها لونها ايه هتقول لي ابيض، الا واحد رخم يقول لك ابيض ونقطه سوداء، لكن الاغلب يقول لك الصبوره دي صبوره لونها ابيض. طب ليه ما قلتليش لونها ابيض ونقطه سوداء؟ لان النقطه دي بالنسبه للصبوره شيء لا يذكر. طب لو جيت كلمتك بقى على الجزيء، النقطه دي تيجي مثلا مليون جزيء، متخيل بقى الجزيء قد ايه؟ فسفوسه. فالجزيء ده حجمه لا يذكر بالنسبة للحجم المحيط حواليه. وعشان كده بيقول لك حجم الجزيء مهمل بالنسبة لحجم الوعاء أو المكان اللي حواليه. ودي تاني نقطة. تالت نقطة بيبدأ يكلمك عن القوة بين الجزيئات. قوة التجاذب والتنافر بين الجزيئات. يا سيدي جزيئات الغازات دي عاملة بالظبط زي المغناطيسات. لو جبت أي مغناطيسين في الدنيا وقربتهم من بعض هتلاقي او هتحس ما بينهم ان في قوه، سواء قوه تجاذب او قوه تنافر. ده امتى؟ لما المغناطيسين قريبين من بعض. طب هات يا سيدي نفس المغناطيسين دول وحطهم بعاد عن بعض كده، هل هتحس ما بينهم باي قوه؟ لا طبعا. طب كذلك جزيئات الغاز، هي اصلا المسافه من جزيئات الغاز عامله ازاي؟ خدنا من زمان من ايام علوم وصحه ثالثه اعدادي ان جزيئات الصلب عامله كده، الماده الصلبه جزيئاتها لازقه في بعض. الماده السائله لا جزيئاتها في مسافات شويه. المادة الغازية لا ده كان جزيء هنا وجزيء هنا وجزيء هنا. فالمسافة أصلا بين جزيئات المواد الغازية مسافة كبيرة. فالمسافة الكبيرة دي زي بالظبط المغناطيسين لما تبعدهم تلاقي القوة ما بينهم بقت تقريبا مش موجودة. ودي النقطة الثالثة إن بيقول لك قوة التجاذب والتنافر بين الجزيئات مهملة نقدر نهملها. طب تعالى يا سيدي ننتقل للنقطة الرابعة. النقطة الرابعة بيجي يكلمك عن ضغط الغاز.
طب ضغط الغاز يا سيدي النقطه دي تطبيق مباشر على قانون خدناه قبل كده. القانون ده كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان البي يساوي اف على ايه؟ او الضغط يساوي قوه على مساحه. طب يا سيدي اصلا هو الغاز ده اي غاز في الدنيا انت عايز تحطه تبقى حاطه في ايه؟ برطمان، ازازه، عبوه، بيبقى محطوط جوه حيز، محطوط جوه حاجه. طب جزيئات الغاز دي لو نعتبر ان دي هي الجزيئه، الجزيء ده هو ماشي 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 يجي عند الجدار بتاع الجناء او الغرفه اللي محطوط فيها الغاز ويخبط. طب دي ايه؟ الخبطه دي ايه؟ ما دي قوه. القوه دي بتخبط على ايه؟ على مساحه. طب القانون بيقول لك قوه على مساحه تديك ضغط. ومن هنا جت النقطه الرابعه اللي بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا سيدي ضغط الغاز بينشا نتيجه قوه التصادم بتاع الجزيئات مع الجدار الخارجي للجناء، مع الجدار الداخلي للجناء. قوه التصادم بين الجزيئات والجدار الداخلي للجناء. طب ننتقل للنقطه الخامسه. النقطه الخامسه بيتكلمك عن التصادمات اللي موجوده او بتحصل جوه الغاز. هو ايه اصلا التصادمات اللي موجوده؟ التصادمات اللي موجوده او بتحصل في الغاز نوعين من التصادم. اما جزيئين بيخبطوا في بعض وهما ماشيين او جزيء بيخبط في الجدار. يبقى انواع التصادمات اصلا اللي موجوده في اي غاز انت حاطه في الاناء نوع من الاثنين، يا اما جزئين بيخبطوا في بعض وهما ماشيين يا اما جزيء بيخبط في الاناء. طب بيقول لك التصادمات دي تصادمات مرنه. طب هو يعني ايه اصلا تصادم مرنه؟ هو ايه اصلا التصادم وايه انواعه في الدنيا؟ التصادم ده يا سيدي ببساطه يعني حاجتين بيخبطوا في بعض. طب التصادم ده له نوعين في الدنيا، اما تصادم مرن او تصادم غير مرن. التصادم المرن والغير مرن، طب ايه اصلا الفرق ما بينهم؟ التصادم غير مرن ده ان حاجتين يخبطوا في بعض ويحصل فقد في الطاقه. يعني ايه فقد في الطاقه؟ فقد في الطاقه بيبان جدا في السرعات. تعال نمثلها وليكن معاك كورتين وليكن بلياردو، كورتين بلياردو بيخبطوا في بعض. كوره ماشيه بسرعه 2 متر على الثانيه وكوره ماشيه بسرعه 3 متر على الثانيه. لما يخبطوا في بعض بيحصل حاجات كتير جدا، اما ان الكورتين يقفوا او كوره تقف والثانيه تتحرك او كوره دي اللي تقف دي تتحرك او الاثنين يتحركوا لكن سرعتهم تقل. في حاله ان السرعه قلت ده معناه ان حصل فقد في الطاقه، يبقى التصادم ده كان تصادم غير مرن. طب ايه التصادم المرن؟ التصادم المرن ده لما الكورتين يخبطوا في بعض دي كانت ماشيه ب 2 متر على الثانيه ودي ماشيه ب 3 متر على الثانيه، لما يخبطوا في بعض يغيروا اتجاهاتهم، لكن اللي ماشيه ب 2 متر تفضل ماشيه ب 2 متر واللي ماشيه ب 3 متر على الثانيه تفضل ماشيه ب 3 متر على الثانيه. ده كده اسمه تصادم مرن، ما بيحصلش فيه فقد في الطاقه، ودي برضه من رحمه ربنا بينا. تخيل كده يا سيدي جزيئات الغاز دي لو التصادمات بتاعها تصادمات غير مرنه. يعني ايه تصادمات غير مرنه؟ يعني كل ما يخبط يفقد شويه من طاقته، يخبط يفقد شويه من طاقته. طب ادي جزيء ماشي خبط اول خبطه سرعته قلت، خبط كمان خبطه سرعته قلت، خبط كمان خبطه سرعته قلت، تفضل سرعته تقل 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 لغايه ما سرعته توصل صفر. طب لو سرعته توصل صفر هيحصل ايه؟ الجزيئات كلها هتهبط على الارض. طب الجزيئات لو هبطت على الارض احنا نتنفس ازاي؟ تنزل بقى على الارض تحت مش هتعرف تاخد نفس من تحت. فده من رحمه ربنا بينا ان التصادمات دي مهما يخبط محافظ على سرعته، هيفضل بيتحرك هيفضل في هواء او غازات حوالينا دايما. يبقى النقطه الخامسه يا سيدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك التصادمات اللي موجوده تصادمات مرنه. طب ايه هي التصادمات دي؟ تصادم بين الجزيئات وبعضها او تصادم بين الجزيئات والجدار الداخلي للبناء. تصادمات مرنه. نيجي بقى للنقطه السادسه والاخيره في مفروض النظريه الحركيه وهي بتكلمك عن طاقه الحركه. بيقول لك يا سيدي طاقه الحركه، طاقه حركه الجزيئات ما بتعتمدش على طبيعه الجزيء، او بمعنى اصح ما بتعتمدش على طبيعه الغاز. يعني ما يفرقش معاك الغاز ده اكسجين نيتروجين هيدروجين، اي غاز معاك مش فارق معاك طبيعته، لكن طاقه حركته بتعتمد على درجه الحراره. دي يا سيدي امثلها لك ببساطه جدا. لو انت رايح في فصل الصيف ورايح تركب مواصله وليكن الميكروباص اللي بيجوا مكنين في الشمس للساعات، طبعا الكرسي جوه المواصله بيبقى مولع نار. حضرتك طالع تركب الميكروباص اول ما تيجي تقعد وتلاقي سخن بتقوم في ساعتها. طب هل هيفرق اللي جاي يقعد ده راجل ست طويل قصير تخين رفيع ولد بنت طفل شيخ؟ مش فارق، اي حد هيقعد على الكرسي هيلاقيه سخن هيقوم في ساعتها. ليه؟ لانه هو حاسس بطاقه الحراره. معتمد حرارته دي على ايه؟ على درجه الحراره. كل ما يبقى اسخن كل ما هيقوم بسرعه. كذلك الغاز. الغاز نفس الحكايه، بيقول لك ايه؟ طاقه حرارته وسرعته بتعتمد على درجه حرارته بغض النظر عن طبيعه الماده. وبكده
نقول تاني الست نقط او الفوت بتاع النظريه الحركيه اللي لما تنطبق على غاز نقدر نقول عليه ان هو غاز مثالي. اول نقطه يا سيدي، اول نقطه ان الغاز بيتكون من عدد كبير من الجزيئات. تاني نقطه حجم الجزيء المهمل، ليه؟ لانه حاجه بسيطه جدا بالنسبه للحجم اللي حواليه. ثالث نقطه القوه بين الجزيئات مهمله. رابع نقطه ضغط الغاز بينشا من تصادم الجزيئات مع الجدار الداخلي للغلاف. خامس نقطه التصادمات بين الجزيئات او التصادمات بين الجزيئات والجدار الداخلي للاناء تصادمات ما. سادس نقطه طاقه الحركه تعتمد على درجه الحراره ولا تعتمد على طبيعه الغاز. طب بعد كده يا سيدي بيجي يقول لك واخر حاجه هنتكلم فيها النهارده ازاي استنتجنا المعادله العامه للغاز المثالي. قال لك يا سيدي في الدنيا لما بتيجي تستنتج معادله بيجي يقول لك ازاي استنتجت، فانت عندك حاجه من الاثنين، اما استنتاج نظري معتمد على النظريات والكلام، اما استنتاج عملي عن طريق القواعد. فهو هنا بيقول لك احنا استنتجناها بطريقتين. اول طريقه فروض النظريه الحركيه قال لك ايه في اخرها؟ قال لك ان الحجم بيعتمد على الضغط ودرجه الحراره وعدد المولات. عدد المولات هو ايه اصلا عدد المولات؟ بص يا سيدي، اي ماده في الدنيا او اي نوع من انواع المواد في الدنيا لازم يبقى فيه خاصيه مميزه ليه تتكلم بيه عنها. وليكن مثلا المادة الصلبة، الخاصية المميزة في المادة الصلبة هي الكتلة. لما تيجي تتكلم مثلا وليكن عن مادة صلبة حديد، خضروات وفاكهة دي تعتبر مادة صلبة، تيجي تقول ايه؟ هات لي حديدتين؟ لا، تتكلم كيلو، هات لي كيلو حديد، هات لي 10 كيلو حديد، هات لي طن حديد. فالخاصية المميزة في المادة الصلبة هي الكتلة. طب تعالوا نبص للمادة السائلة. الخاصية المميزة في المادة السائلة هي الحجم. تيجي تتكلم عن مية مثلا تقول لا انت استهلكت متر مكعب ميه. تيجي تتكلم مثلا وليكن عن سوائل، عن عصير، عن لبن، تيجي تقول ايه؟ لا هات لي لتر لبن، هات لي 2 لتر، هات لي نص لتر. فبتيجي تتكلم عن الماده السائله الخاصيه المميزه فيها هي الحجم. طب لما اتنقلنا للكلام عن الماده الغازيه او الغازات كان لازم نلاقي خاصيه مميزه نتكلم بيها عن الغاز. ما ينفعش طبعا اقول لك هات لي شويه غاز، يعني ايه شويه؟ مفيش حاجه في الدنيا اسمها شويه، ما شويتك غير شويتي غير شويه ده غير شويه ده، مفيش حاجه اسمها شويه، كان لازم خاصيه مميزه اتكلم بيها. اول عالم جه يفكر قال لك يا سيدي انا هنتكلم عن الغازات بالموليكيول. يعني ايه موليكيول؟ يعني جزيئ. قال لك خلاص تمام يا سيدي انا هتكلم عن الغاز بجزيئ، هقول لك هات لي جزيئ، هات لي 2 جزيئ، هات لي 3 جزيئ. جه بعد شويه قال لك ايه؟ جه عالم اسمه افوكادو قال لك يا جماعه الجزيئ ده حاجه صغيره جدا. حاجه صغيره صعب ان انت تتكلم بيها. عامله زي مثلا الملي والمتر، عامله زي الجرام والكيلو، زي السنتيمتر تكعيب والمتر تكعيب. حاجه صغيره جدا، محتاجين حاجه او وحده اكبر شويه نتعامل بيها. فقال خلاص يا سيدي المولكيول ده وحده صغيره، انا هجيب وحده مكبره منه سماها المول. وقال لك يا سيدي المول ده فيه عدد افوكادو من الجزيئات، اللي هو ايه عدد افوكادو؟ اللي خدناه في نزيه ثانوي، اللي هو 6 × 23 ألف في 10 × 23. فقال لك خلاص يا سيدي يبقى الخاصيه المميزه للغاز هي المول. لما اجي اكلمك عن الغاز اقول لك تمام هات لي مول من الغاز الفلاني، هات لي 2 مول من الغاز الفلاني، فخلاص بقى معانا خاصيه مميزه بنتعامل بيها مع الغاز. تمام يا سيدي. قال لك ايه يا سيدي؟ طب قال لك احنا ازاي استنتجنا المعادله العامه للغازات؟ قال لك يا سيدي المعادله العامه للغازات استنتجناها عن طريق 3 عوامل. اجتمع العلماء زمان وقالوا لك ايه؟ في جوائز يا سيدي اللي يجيب علاقات بين الخصائص بتاع الغاز. طب ايه هي اصلا خصائص الغاز اللي في الدنيا؟ خصائص اي حاجه في الدنيا الضغط، الحجم، درجه الحراره، والخاصيه المميزه للماده اللي هي عدد المولات. فكان في يا سيدي عالم من العلماء اسمه بويل. بويل ده يا سيدي كان معاه حقنه وقاعد يلعب بيها. فقفل الحقنه من ناحيتين. فالحقنه مليانه غاز، لان هو كل ما يضغط كل ما يعمل ضغط على الحقنه حجم الغاز اللي جواه بيقل. قال لك بس يا سيدي ده انا كده قفشت علاقه مهمه جدا جدا جدا، وهي ايه يا سيدي؟ ان العلاقه بين الحجم والضغط علاقه عكسيه، يعني الحجم بيتناسب مع واحد على البي. قال لك حلو جدا، ادي علاقه من العلاقات الجميله جدا اللي اكتشفتها. جه عالم تاني يا سيدي قاعد يلعب كده اسمه شارل. شارل ده قاعد يلعب في مره كده فلقى ايه؟ قاعد يغلي لبن، فلقى اللبن كل ما درجه حرارته تزيد الفقاقيع اللي فوقه تكبر. يعني ايه الفقاقيع بتكبر؟ يعني الحجم بيزيد. قال لك بس ده انا كده جبت علاقه رهيبه، علاقه بين الحجم بتاع الغاز ودرجه حرارته، لان الحجم بيتناسب مع درجه الحراره. جه اخر واحد يا سيدي افوكادو، وده اسهل علاقه فيه.
افوكادو ده يا سيدي كان قاعد مع بالونه بينفخها لي، فلقى ان هو كل ما ينفخ شويه غاز حجم البالونه يكبر. طب يعني ايه شويه غاز؟ يعني بيدي عدد مولات. قال لك بس ده ايه العلاقه الجميله دي؟ انا جبت اخر علاقه افوكادو بقى ايه لك اخر علاقه؟ ان ايه الحجم بيتناسب تعطي مع عدد المولات، وعدد المولات سموه ان. جاء افوكادو وقال لك يا سيدي بس ده انتوا كده حاجه فيها حلاوه، احنا كده جبنا ثلاث علاقات لخصائص الغاز. طب ما نلمهم سوا. تعالى يا سيدي بص كده هنلمهم سوا ازاي؟ الحجم بيتناسب تعطي مع عدد المولات، وبيتناسب تعطي مع درجه الحراره، وبيتناسب عكسي مع الضغط. قال لك خلاص يا سيدي بص ادي الحجم بيتناسب مع ال N طاضي، وبيتناسب مع ال T طاضي، وبيتناسب مع ال B عكسي. تمام؟ خلصنا دول كده. لمينهم في علاقة عامة مع بعض. إن ال V بيتناسب مع N T على B. طب يا سيدي خدنا في رياضة ثانوي ورياضة أولى ابتدائي وثانية ابتدائي وثالثة ابتدائي إن إحنا لو عايزين نشيل علامة التناسب دي ونخليها يساوي بنعمل إيه؟ عشان تقلل علامة التناسب اللي يساوي لازم تحط كونستانت، لازم تحط ثابت. قال لك بس يا سيدي جيت لي في ملعبي خلاص. قال لي شيل علامه التناسب دي واخليها يساوي ونحط ثابت. طب قال لك الثابت ده يا سيدي هنسميه ايه؟ هنسميه ار. الثابت العام للغازات اليونيفرسال جاز كونستنت، الثابت العام للغازات. وتفضل العلاقه زي ما هي ان تي على اي بي. قال لك سيدي بقى اظبط لي شكل المعادله كده وظبطها. فقال لك هنودي المقام ده نضربه الناحيه الثانيه فوصل شكل المعادله دي بي في تساوي ان ار تي. ودي المعادله العامه للغاز المثالي، وطبعا من اهم المعادلات اللي في المنهج بالنسبه للناس طبعا اللي بياخدوا الشرطه ده، من اهم المعادلات اللي بتستخدم في حاجات كتيره جدا. هنكتفي بهذا القدر المواضيع. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيه جزء نظر بسيط ومسالتين ثلاثه من اكتر من كليه نطبق على الفكره والافكار اللي ممكن تيجي على الجزئيه دي. السلام عليكم.